هنا بقصرية المدينة بمدينة الدروة، حيث يوجد محل مجوهرات إيمان التي تم انتخابها كأول امرأة تشغل منصب أمين ذهبي بالمغرب بعد عملية انتخابية تمت بالإجماع ومنحها الثقة على منصب ظل حكرا على الرجال. كنت أول امرأة كتاخذ صفة ديال الأمين ديال الذهبية ديال التجار ديال الذهبية. الحمد لله كانت شويه واحد كان فيها واحد المغامره من نوعا ما، ماشي مغامره ولا كنقول واحد الثقه وضعوها فيا التجار، وهذيك الثقه الحمد لله كانت في الموضع ديالها انهم نصبوني كاول امين تجار ديال الذهب في المغرب. امراه كتاخذها امراه، والحمد لله كانت بانتخابات وكانت يعني كانت واحد الثقة ديال التجار فيا. ويعكس منصب أمينة الذهبية الثقة التي يضعها التجار في المرأة بحكم قدرتها على معالجة مجموعة من المشاكل التي قد تقع بين التجار والزبناء الذين يكونون في الغالب من النساء. بدينا في الموقع ديال التواصل الاجتماعي ولينا كنخرجوا باللايف وكنديروا اللايف على حساب السلعه ديالنا وتنبيعوا، والحمد لله اللهم لك الحمد المحل ديالنا والسمعه ديالنا وكل شيء، والحمد لله هذه التجاره غتولي مستقبليه وعطات الاكل ديالها، واللي بغى شي حاجه يجي مرحبا والف مرحبا. عند مجوهرات ايمان راه كنتواجدوا في قصريه ديال الدروه، رقم المحل 53 والهاتف 06 98 72 21 02. اللي بغى يجي مرحبا، والحمد لله راه ما تنتعاملوش غير في داخل زعما التراب ديال نواصر الدروه، راه حنا تنديروا حتى في طنجه الشاوان داخله جميع ربوع المغرب، وحتى الجاليه المغربيه حتى هي تدير لا كوموند، ولكن ما كنصيفطوش خارج المغرب، وها هي كنصيفطوا للعائلات ديالهم اللي كاينين هنا كيتسلموا الامانه ديالهم، والحمد لله كيكون كل شيء على احسن ما يرام الحمد لله. هذا ويشار أن مجوهرات إيمان بالإضافة إلى المحل تشتهر بتسويق الذهب عبر الإنترنت بربوع المملكة وخارجها، وهي صاحبة اللايفات على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التي يتابعها 10,000 من المشاهدين.